انا صرت بالبيت. اوكي ناطرة تكون. باي. خير شو صار؟ لا ابدا، جيت لقيت جواد ناطرك، قال اهله مأخرين ليرجعوا على البيت وهو خايف. قلت اكيد بتكوني مشغولة ببنت يوسف ويوسف، عاد خبرته قصة خفي. بيكونوا تأخروا بمعاملة المستشفى، جيت لغير تيبي وروح لعند سمية، فكرتها بتكون رجعت على البيت. يا حبيبي لك كيف نايم؟ يقبرني. شفتي؟ أيام القصص بتفيد. رح فوت جيب له حريم لغطيه. أو بتعرف شو؟ أفضل نفيقه لأن في سقعة هون. أوكي. جواد؟ 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 قوم حبيبي. حبيبي قوم لنفوت ننام جوا. لازم نحط الاحتمالات السلبية قبل الإيجابية. برأيي احتمالات سلبية ما في، مش موجودة. برأيك، بس لازم نكون جاهزين لأي مفاجأة. يا زلمة 70% من العيال اللي بتنتخب في واحد منهم هلأ صار عم يشتغل عنا، يا رجال يا مرة. أو إذا بيضل في ناس بيحبوهم من جوا وبيخافوا منهم، ويمكن هنن كمان يدفعوا مصاري. بجوز يوسف ما معه، بس أبوه معه وأخته وعمته. ليك اليوم عرض إنه يشتري المعمل ويدفع كل التكاليف وحق المكانات، يعني عيلته فتحت له الكاش. وهالشي ممكن يأثر على الناخبين اللي بتضيع، اللي صار لهم سنين بيقبضوا من البيك الكبير. بشك. المهم هلأ الكل لازم يعرف إنك أنت ساندني. أنت اليوم أقوى مني بالضيعة، خصوصاً بعد اللي عملته معه. صار الكل يحبك ويوثق فيك. رح يعرفوا، رح يعرفوا، ما تخاف. دخلك شو صار بعيلتك؟ حاسبهم من ضمن الأصوات؟ يعني رح يجوا ويصوتوا قولتك؟ ما بظن، مع إني رحت لحتى أزورهم وأعطيهم مصاري وأطمن عليهم، بس ما كانوا يستقبلوني، بعدهم حاقدين علي. أمهم قنعتهم إنه أنا السبب بموت خيهم، فبصراحة ما حسبتهم. لا إلا ما يرجعوا بشي يوم من الأيام. لكني أنا غبت ورجعت. أنا رح طلع المعمل، بلكي بشوفك بالسهرة ونتعشى سوا. أوكي. شو هالبيت الحلو حبيبتي. مرسي. مرحبا يا هلا. لا لا ما بصدق، استاذ علاء الصباح. لا ما بصدق، جوزك الاستاذ علاء؟ لا مش جوزي، علاء بيكون جاري مستأجر هون حدي.